ماضي وبعد اليوم ما فينا نكون سوا بعد اليوم فلوا كل أحبابي وذكريات ماتت بلحظة زعل بعد اليوم ما فيك تكون حبيبي بعد اليوم بذكر في ناس حبوني وبعد اليوم بذكر أول لقاء بعد اليوم بردت لهفة قلبي واللي كان عايش وانقتل بعد اليوم ما في رجع ماضي وانسى ورجع لعيوني الامل هالنجمات مني صارت قريبي والدمع تذكر بلحظة فشل يا طيور الغابي اعطيه بنتين ما 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 بدي اكسر الجره معه يمكن نعوزه شي نهار اثنين مثل ثلاثه بعت له اياه هون وخليك بنظره كبير لكن اعطيه ثلاثه درجه عاشره يلا عجي يا منى يا حبيبتي ما فيك تضلك معصبة هيك بدك تروقي شوي لنعرف كيف بدنا نحلها مع احسان ما بتنحل لا بالصريخ ولا بالعياط ولا بالازعرين اللي انت عملتيها صح روقي شوي يا عم اتركوني في شغلي هلا كل شيء لك عم تصرخي وتكرزي وترشفي بعد ما فشيتي خلقي لا اذا كان هيك ليه بس شفتي فايت على الكباريه ما لحقتي لقطيه شعره وجدلتيه هيك وقرطيه كفين قدام اصحابه هيك كنت رقتي شوي هيك اللي كان بدي اعمله بس ما خليني نادر ما كان لازم اسمع منك دافيد مش وقت مزح هلا انه بالاخر طلع الحق علي انا منيح يا زلمه بس انه احسان زبون كباريه كمان مش معقوله لا انا بدي اطرق بهدله قد راسه كبيره هاي لك يا عمي ثاقبت فات هالليله على الكباريه شو بدكم تقاصصوا بتشنقوا يعني؟ ثاقبت فات على الكباريه؟ ايه لا حبيبي كل ليله بالكباريه ما عم يقطم لا عن جد عم تحكي؟ لا لا اذا كان هيك ما بيصير إيه انا زلمه طويل عريض انجب بالجمعه بليلتين بروح على الكباريه لا ما بيصير دافيد سكوت سهرتنا الليلة عامرة وجودكم وأهلا وسهلا فيكم والآن سيداتي سادتي مع دلوعة المسرح شمبانيا الغناء وفراشة الليل
ملكة الاستعراض المطربة الكبيرة نسرين. القمر طل، الجمال حل، ها هي نسرين اللهلوبة الطيوبة، ملكة المسرح والليالي الملاح. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تنبسطوا بالسهرة. برهوم حاكيني زعلان سليني، برهوم حاكيني زعلان سليني، من فرجتك يافا مجروح داويني، من فرجتك يافا مجروح داويني. برهوم 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 حاكيني. يا منى يا حبيبتي، أنا مش عم قول إنه اللي عمله ابنك صح، بس تلات ترباع الشباب هالأيام ومن أحسن العيال مداومين بالكباريات. طب هيدي أيامهم. هي قضت على الشباب، ما تلات ترباع السياسيين والمسؤولين وأصحاب المطاعم والصحفيين والشخصيات الكبيرة ملزقين بالكباريات، وكل مجلات البلد بتصورهم، وفنانين ونجوم من كل دول العالم. ما أنا بشوفهم وبقرأ عنه بالمجلات، وخينا دافيد بيبقى سهران معهم وضحكته متر. مزبوط مزبوط، ما هودي ضيوفي وشرطهم يسهروا بالزيتوني. بعدين يا ست منى، ابنك مش مرتكب جريمة قتل، مرتكب جريمة بسط وانشراح. يا عمي عم يسهر بكباريه، عم تفهموا شو يعني كباريه؟ ليش وين في محل للسهر إلا بالبارات والكباريات؟ يا عمي هذا شاب بأول طلعته وبده يعيش حياته، خلي يعيشها مثل ما بده بالطول وبالعرض، أنا معه. إيه بس مش كل يوم، يزوق شوي ما يتخنها. دافيد الله يرضى عليك، ما ترجع تولعها، بدنا نروح ننام يعني. لي مين قالكن انطفيت؟ بعدني ولعاني وما رح تمضى معي هالليلة على خير. يلا تصبح على خير. دافيد عود بعد ما خلصت حكي. كاسك حياتي، ميرسي على الشامبانيا. تحية لغرامي، لأحلى وأهضم وأكرم شاب، نجم الليل وسهر بيروت، حبيبي إحسان نجم. كاسك. تسكر أبواب الناس، قلبي بينسى كل الناس، ما بينسى أغلى أحبابي. أبواب الناس كلها وبالآخر دق أبواب، تتسكر أبواب الناس، قلبي بينسى كل الناس، ما بينسى أغلى أحبابي. أنا اقتنعت من نادر ودافيد، وبالوقت الحاضر ما رح أفتح سيري لأحسن، وأنت كمان ما تحكي شي، لأنه بعرفك بس تعصبي بصير بتحكي عالطالع والنازل. خلص رح جرب قد ما فيي سد بوزي وما احكي. وما تخليه يحس انك عم تتجسسي عليه، مش حلوه بحقك. يا عمي هيدا ابني، ابني وما عندي غيره. بتركه يضيع بليل الزيتونه بين الارتستات؟ لا والله ما عم تقطع معي، صعبه صعبه كثير.
اشكري ربك انه ابنك حدك. مع الوقت فيك تتفهمي انت وياه. انا بنتي إلى بعيدة عني سنين، بتمنى تكون حدي وتعمل اللي بدها اياه، ولك ان شاء الله تعمل السبعة ودمتها بس تكون حدي. هلا المهم تمشي الامور مثل ما اتفقنا، وبعدين لكل حادث حديث. منى بليز فتي قاسم، ما خلينا نروح ننام. ايه انا ما رح يجيني الليلة نوم. يلا داليا تصبحي على خير، بحكيكي بكرة وانت بالقلب. باي حبيبتي، باي رب سهرني ايدي. ما بينسى اغلى احبابي. باكي حبيبي، قالك شهر على هيدي الحالة، يعني الله يرحمه خيك، عاش عمره وبقلنا وجودك. مش عم فكر بخيي، عم فكر ببنته، ما عاد لها حدا غيري. شو بنعم نعيد نفس الأسطوانة؟ بنت خيك، بنت خيك، بنت خيك، زهقتني أنت وبنت خيك. شو رأيك تيجي تشغلها هون وبتصير هيك قدامك بوجهك كل الوقت، بتديرها مثل ما عم بتدير هالبنات؟ لولا، حتى لو كان هذا الكلام عن مزح ما بحب أسمعه منك. يقبرني شو رجال، ايه خوفني بعد. خليني افكر بالموضوع، لانه الموضوع كتير دقيق ومش لعبه وبده حل. بنت خيي كنز يا لولا، كنز. وانت اذا بتعرفي قصتها بالضبط راح يصيبك مثل ما صايبني. قلي القصه فضفض. هلا على الكاس ما راح تقدري تفهم علي ولا راح تقدري تحملي هالخبريه. ليه أنا قادرة أحملك غير عكيس؟ يلا قول يا ماما قول. العمعة هالخبرية، هلأ بنت خيك طلعت مش بنت خيك؟ ما عم بعرف كيف بدي أقنعها ترجع لأمها الحقيقية وتعيش مليونيرة بدل هالفقر اللي هي فيه. وعم تسألني كيف بدك تقنعها؟ لك روح شدها بشعرها ورجعها لعند امها، احسن ما تطلع حضرتك من المورد بلا حمص. والله مش كرمال، كرمال هالبنت ما تكون يتيمه. يا حنون. لك فكر فينا بالاول. لك يا حياتي بالاول خلينا نفكر كيف نرجعها لامها وبعدين بنفكر بحالنا. يلا انا راح اسيبك لاني تعبان شوي، تصبحي على خير. بتروح على البيت مش على طاوله القمار. أهلا وسهلا، متنزل شو بتحبي تشربي؟ قهوة إذا بتريد. تكرم عيوني. شو مشي الخواجة؟ بكر الليلة. تعبان شوي، أنت خليك بالمحل وخلي الشباب برا. على راسي معلمتي. Thank you.
هنادي حبيبتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طمنيني، كيف كان سفرتك؟ إن شاء الله ما تعبت. يعني السفر من أفريقيا لهون هلاك، وصلتني رسالتك بالوقت المناسب لأنه أبداً ما عدت قدرة طايقة القعدة هونيك. وبأي باسبور فتي؟ باسبور ملك زهران. برافو، من الآخر يا بنت. مشروع العمر ناطرنا، ما بدي مخلوق بالدنيا يعرف، لأنه الموضوع كتير دقيق وأي كلمة بتطلع من هون بتروح علينا. مفهوم؟ مفهوم ونص. وإن شاء الله الموضوع ما يكون صعب ومعقد، لأنه صراحة راسي بطل يحملني، بدي شي يكون هين مثل العادة، نقطف نمشي. الموضوع مش هين هنادي، بس لا صعب ولا معقد، بدك تشغلي راسك ومشاعرك بصير ولا أهين من هيك. وهالمرة رح نقطف ونبقى تنضل نقطف، كله متوقف عليك يا قمر. شو رأيك بهالمشروع؟ شو عم تحكي أنت هشام؟ من عقلك يعني؟ يلي عم تطلبوا مني شغلة كتير كبيرة وما بقدر عليها. أنا فايد بكل التفاصيل، حتى التفاصيل ما لها أهمية حتى ما يصير في أي غلط. بعدين ما بدي أسمع منك ما بقدر عليها. أنت بتقدري على كل شيء. بدك ياني أنتحل شخصية مريم بنت خيك وفوت على بيت غريب ووقف قدام أم؟ أم ناطرة بنتها صار لها سنين، بتقلي دارس كل التفاصيل؟ شو عم تجن انت هشام؟ ما حدا بيعرف مين انت ولا في عيلة تسأل عنك، ما قالك حدا غيري. عم افتح قدامك مشروع عمري وعمرك، بعدين فتنا بقصص أكبر من هالقصة بكتير. من شو خايفة؟ في اشي كتير خايفة منه. بدك ياني فوت على بيت غريب واحسبه بيتي، ووقف قدام مرة غريبة واحسبها أمي؟ شوي تمثيل بيمشي الحال. أي تمثيل منهم هشام؟ شو وقفت بس على التمثيل يعني؟ في مية علامة استفهام بدون توضيح وتفسير وتحليل. مثلاً سألت حالك إذا مريم قررت تغير رأيها وترجع عند بيت أهلها شو رح يصير فينا؟ حكيت أنا وياها كتير بهالموضوع وتأكدت إنه مش وارد ترجع لأمها بالمرة، وماضي بالنسبة إلا مش موجود. افترض غيرت رأيها، مش مفروض تحسب حساب هيدا الشيء؟ ومين قالك مش عامل حساب هيدا الشيء؟ أنا أساساً ما رح أقوم بأي خطوة قبل ما أنهي هالمسألة وأطمن على الآخر. كيف مفكرت هي؟ منلاقي لها حل ومنخلص منها. بأي طريقة بدك تلاقي لها حل؟ بدك تقتلها مثلاً؟ لا مش هالقد، بس إذا اضطريت ما رح أتأخر. عم فكر دبر لها شغل ببيروت حتى تضل تحت نظري، وبس تخلص هالمهمة بختفي من حياتها وبتختفي من حياتي. لا لا، هيدا منه حل كافي. طالما هي موجودة رح تضل قلق براسي، ما رح أقدر أنجح بالمهمة، فما تقنعني بهذا الموضوع من أساسه. بفهم منك بدك نقتلها ونزيحها من الطريق؟ ما بعرف شو بتعمل، بس مش غلط تقتلها من بعد ما نتأكد أنه كل شيء ماشي صح. هيدا هو الحل المناسب. بياخد هالقرار حسب الظروف. شو بعد في عندك شيء؟ قولي. هشام وين؟ راح ينقبر ينام. شو شكله عندك شي تهريب الليلة؟ ايه؟ هيدا الامريكان اللي كان سهران هون امبارح حكاني بده ينام، بده انه لاقيه على الاوتيل. واتفقتوا على الساعة؟ اكيد. شو رايحة على الطفشانة؟ قلتي لحاله علي. على الليلة او على الساعة؟ على الساعة. ليه شو بعد في من الليلة؟
اخذي معك ابو النار، بركي صار ما صار، لانه هودي الامريكان الساعه عندهم غير عنا. انا رايحه. ما قلتي لي وين الاوتيل؟ معلم ريسي. قطع عمرك، دخلك انت شو بيستحلوا فيك يا رجال؟ روحي من وجهي روح. بدك تفهم انه هيدي ام، وبدها تتاكد عن جد انه بنتها رجعت. هون قلب الام بيلعب دوره. فمنشان هيك انا بخاف ما تعود تحس بالعاطفه تجاهي وقلبها يحس. انا برايي خلص بلاهي الموضوع من اساسه. كسروه طويله عريضه وانت الوريث الوحيد، كيف بدك نطيرها من ايدنا؟ شوفي شام، انت مفضل علي كثير، ولولاك انا كنت بقيت هبله وما بعرف شيء من هالدنيا. انا تلميذتك وشريكتك ومساعدتك بكل المواضيع، مش مهم شو ما كانت انواعها. وانا عم بحكي هيدا الشيء لمصلحتي انا وياك، منشان هيك بلاها هيدا الموضوع. وشو له معنى هالحكي هلا؟ لانه يلي عم تطلبه مني هلا لنا عمليه نصب ولا احتيال ولا تزوير. يلي عم تطلبه مني هلا شغله كثير خطيره، وانا ما بدي فوت فيها. عندك ثقه فيه ولا لا؟ اكيد. لكن اعمل لي اللي عم اقول لك عليه وما تجادليني. ما بدي تعملي شغلي وما بدي اسمعك عم تقولي لا عن شغلي انا بدي اعملها. طيب خلص خلص، اللي بدك اياه بصير. بس هلا اخذني على البيت لانه راسي كثير عم يوجعني، بدي انام وارتاح. حبيبتي انت، يلا تفضلي. لك يسلم لي القمر. الحمد لله على السلامة صديقي. الله يسلمك. إن شاء الله ما تعبت بهالسفرة. ما فكرت بالتعب، راسي كان مع ملك لأنه طلبنا منها تهرب لنا الألماظة الكبيرة. ما قلت لك؟ ليش شفت حطت لي؟ شو هالحكي؟ أنا شخصياً بعثت لك برقية بموعد وصول طيارتها بالليل. لك يا حبيبي وصلت البرقية، بعثت لها الشباب ليلاقوها على المطار، لا شافوها بالمطار ولا شافوها بالطيارة. طيب بركي اشتبهوا فيها وكمشوها قبل ما يوصلوا الشباب. هاي بقى الحكي يا فهد، الأوامر يستقبلوها على باب الطيارة ويجيبوها دغري لهون. يلا خلينا نكمل حديثنا جوا. تفضل. صباح الخير. صباح النور. كيفك يا بنت إبراهيم؟ كيفك أنت يا زهرة؟ بألف خير. بعتت لك الست وجيهة شوية خضرة وفواكه وهريسة لتحلي درسك فيهم. يا الله هالست وجيهة بتضل معذبة حالها، كيف روح بدك فيها؟ الست وجيهة ماشية على المثل اللي بيقول كل وطعم. وقبل ما أنسى، بعت بالكيس كمان فستان، قال بتقلك مش عاجبة موديله، زبطيه وشالبنيه بمعرفتك، بتحب ذوقك. تكرم ألف عيونا، خليني أحط الغراض جوا وبس أرجع بشوف شو بعمل فيهم. ترجعي؟ يا مسهل. نازلة عبيروت. عبيروت؟ سلميلي على أهل بيروت وعلى شباب بيروت، ونقيلي شي عريس مقطف منظف خرج الأكل. تكرم عيونك، وشو بدك بعد؟ صينية فلافل وقية سمسمية وإصبع حمرة وبس، ولما تجي بعطيكي حقهم. حقهم واصل، خليني أحط الغراض جوا ونترفق أنا وياك. ميرسي إكرام. أحلى بونجور لأحلى أم بالدنيا كلها. يسلم لي جماله. أنا يسلم لي قمر. بونجورين حبيبي. شو؟ مبين واعد الظهر مش بعد الظهر. ما طولت بالسهرة كتير مبارح، كله كرمالك، كرمال ما تزعلي مني. والله صاير عم تعمل لي حساب. ميرسي حبيبي. لا يا ست منى، شو هالحكي هذا؟ إذا لا إلك ما عملت حساب، لمين بدي أعمل؟ ها؟ أكبر دليل إنه جاي أعمل صبحية عندك وبالمكتب كمان. شوفي قدام عزتك غالية عندي. ما قدرت لك إياها حبيبي، ما تفكرني بلا نظر. أهلا وسهلا فيك بشركتك أستاذ إحسان. ما إلي شي بوجودك ماما، ولو أنت الخير والبركة.
والله خجلتني يا ماما. يا حياتي شو هالتهذيب واللياقة يلي طلعوا معك هيك بهالسرعة وفجأة. طول عمري سمعك كلام حلو، يعني بس هالمرة هيك طالعين معي قطر زيادة. قطر زيادة؟ ولا ويسكي زيادة؟ يسلم للهضامة أنا. لا ماما ما فيك تتهميني هيك، شو أنا ولا مرة جيت على البيت سكران، بس فيك تتهميني بالمحبة الزايدة، لأنه هذا الموضوع بيتعلق بالعاطفة. إحسان حبيبي، ليه ما بتفوت معي بالموضوع دغري؟ لأنه ضيعتني بالحقيقة، مش عارفة شو بدك مني بالضبط. بصراحة ماما أنا جاي أخد بركتك. تاخد بركتي؟ بشو حبيبي؟ في شي مشروع؟ أو مغروم وبدك تخطب أو تتجوز؟ هيك شي. هيك شي لشو؟ للمشروع أو للخطبة والزواج؟ بصراحة ماما أنا معرف على بنت وفي هيك قصة حب بيني وبينها، وحابب إنه أنت تتعرف عليها وتقعدي معها ويصير في هيك أخذ وعطى بيناتكم، لأنه طبعاً يعني بهمني رأيك أنت، رأيك أنت قبل كل العالم. اف اف اف، شو هالخبرية الحلوة؟ ومين هيدي سعيدة الحظ اللي بدك يصير في بيني وبينها أخذ وعطى؟ شي بنت بيت أو نايب أو وزير؟ مين حبيبي؟ يعني ماما لا هيك ولا هيك، بنت عادية اسمها نسرين. وشو بتعمل دموزيل نسرين؟ فنانة وبتغني. نعم؟ فنانة وبتغني؟ يا عيني على هالمستوى، ياما جاب الغراب لأمه، هيدا اللي كان ناقصني. بعرف إنه ما رح يعجبك هيك شيء، بس مثل ما أنا شايفة أنت عاجبك هالشي. طب شو فيها ماما، يعني شو الفن مش عيب؟ بعدين نحن عنا كتير فنانات محترمات. ألو؟ حبيبي، قلت لي فنانة وبتغني، وين بتغني من غير شر؟ بتغني بحفلات وسهرات، وهلأ قدمت أغنية على الإذاعة، وقريباً رح تشوفيها على التلفزيون. قلت لي اسمها نسرين وشبهتها لصباح وأم كلثوم، إذا كانت على هالمستوى يعني أنا اللي لازم أخذ موعد منها حتى تفضلي واقعد معها. نسرين ماما بنت متعلمة ومثقفة، وقريبا رح تصير فنانة كبيرة ومحترمة أكيد طبعا. أنا بهمني كتير إنك تقعدي مع ماما وتتعرف عليها، يعني وين الخسارة؟ لا أبدا ما في خسارة، إذا أنت هيك بدك أنا ما عندي مانع، ما أنا ناطرة على أحر من الجمر لأعرف أي نوع من البنات بتعجبك. مرسي ماما، مرسي حبيبتي. لكن خلص الجمعة أنا بعمل موعد قهوة أو غدا أو عشاء. إيه أكيد، ليش لا؟ خليني بالأول شوف معيدي وبعدين منحدد الموعد أستاذ إحسان. بس ماما بليز ما تأخري للموعد، يعني قربي قد ما فيك. ولا يهمك حبيبي، خلص يلا. شو؟ لوين رايح هلا؟ على البيت، بدي أرتاح شوي. إيه لازمك رياحة. الله معك حبيبي. باي يا عمر. إكرام،
اطلبي لي دافيد مبارك هلا وبسرعه. مريم، 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 متأكد من هالشيء؟ ماشي، يعطيك العافية. طمني، شو قالوا لك؟ أخذت رحلة لبنان وقطعت عن الأمن العام وصارت ببيروت. كيف بدنا نوصلها؟ نوصلها. مش طالع من شغل، عم فكر بمنى واللي صار معها امبارح وكيف انه ابنها راح على الكباريه. معها حق، معها حق ينشغل بالها. انه معقول شاب بعمره روح يسهر بالزيتونه؟ اذا انا ما نمت كل الليل شو حال هي؟ هلا نحن صحيح كنا عم نكسر عليها، بس الموضوع مش مسحه كله وليكون قلقان بشي ارتيست هونيك. هيدا اللي شغل لي بالي. إن شاء الله ما يكون هيك، لأنه لو طلع هيك بتقتل حالها منى. ما بعرف شو بدي أقول، بس هي الحق عليها، لازم تجبره يقعد بالشركة يشتغل مثل ما بيشتغلوا كل الشباب، وإذا ما بده تقطع عنه المصروف. شو في مثل الشاطر بيدير باله على حاله، بس هي رخيط الحبل واللي بده إياه عم يصلوا. وقال شو هلأ فات تربي. صرت قيلت لهذا الحديث 100 مرة، بتقلي هيدا رزقه وماله، خليه ينبسط، المهم يضل بصحته. ما بعرف الواحد شو بدي يقول. تعرف نادر، كل ما بشوف إحسان بتخيل أميرة معه. قد ما عم نحكي عن أميرة ونجيب سيرتها، حاسس إنه إذا هلأ بفتح الباب رح تطلع بوشي. لو بتعرف كيف بصير ارسم صور لبنتي هي صغيرة، كيف بقعد بتخيلها بحكي معها، اذا بتشوفني بتقول عني مجنونه. لا يا داليا، انت مش مجنونه، انت ام من سرق منها عمر صغير واخذ عمرها كله. صوتها هي وصغيره بضل براسي.
شو بخاف اني بطل اسمعه؟ شوفي داليا، شعور الانتظار يلي انت عايشتيه على امل انها ترجع اميره يشبه شعور الامرجي يلي حط كل شيء بيملكه على طاوله القمار ولعب على سولد، صار ناطر ورقه حظ ونفسه مقطوع، كانه الدنيا كلها واقفه على امنيه بتتحقق بورقه حظ. صح، وانا كل حياتي معلقه على هالامنيه وعلى ورقه الحظ. ليك دافيد، هني كم سؤال وكم جواب، ومش رح ياخد من وقتك أكتر من هيك. هلأ ليش هاللف والدوران؟ اسألي اللي بدك تسأليه، أنا مستعد جاوبك على كل سؤال. هلأ صحيح أنت من زبونات الزيتوني وبتسهر بالكباريات؟ يا منادر وداليا عم بيقولولي هيك حتى يخففوا عني. طيب إذا زبوناتي بيجوا لهون وبيحبوا يسهروا بالزيتوني شو بعمل؟ أنا مجبور أسهر معهم، هيدا شغلي. لكن أنت زبون بارات وكباريات ومن شلة الزيتوني. هيدي من الآخر. لك إذا رجال مثلك وفاقع جهلي هالقد ما عاد في عتب عقبني ولا على الشباب يلي من عمره إذا فاتوا على الكباري. وكمان هيدي من الآخر. يخرب بيتك شو جهلين. هيدا ما بيقولوله جهل، هيدا بيقولوله بسط وانشراح. انت لا بتبسطي ولا بتنبسطي ولا بتزيحي من درب اللي بدهم ينبسطوا. دافيد، تسمح لي قلك سد بوزك؟ اكيد ما قلتيها وخلصتي. وها حكي معي لطفي صاحب الكباريه وسألني على مشكل امبارح، شرحت له شو صار وقلت له إنه مستعدين ندفع كل التكاليف. ايه وقال لك شيء تاني؟ جاب سيرتي شيء؟ يي بعد ناقص يجيب سيرتك اللي بسمح له، بس كل اللي قالوا إنه هيدا كباريه مش شيء تاني، والشباب كانوا مبسوطين وسهرانين، ما في لزوم كان صاحبك يعمل مشكل، وأنا كان لازم مرقه. فيي ورايق الخواجة لطفي. بلف زعران وبدو ايانا نسكت لهم؟ مرت الجاي إذا حدا بيتطلع فيك تطليع وحدة بس بدي كسر المحل عراسه للطفي. حياتي ما رح يصير فيه مرة تانية. أنت بتعرف أنه أنا كتير محترمة حالي ما بخلي حدا يقلل أخلاق معي. خلص ماشي، مشكل ومرق والشباب أكلوا نصيبهم. المهم هلأ عندي لقلك خبرية حلوة. أنا حكيت مع الماما وقريباً رح تقعد معك وتتعرف عليك. لا هيدا مش كافي، بدك تخبرني كلمة كلمة شو قلت لها عني. أريسكو، هاي الطنط شو جنسيتها؟ بلجيكية، مليونيرة. بعد اليوم ما في
حبيبي.